22 سبتمبر، أم السينما المصرية فردوس محمد، مع إنها تيتمت وهي صغيرة إلا إنها واحدة من أقدر الممثلات اللي قدرت تجسد دور الأم بحنيتها في أدوارها. ابتدت فردوس مشوارها الفني في أوائل الثلاثينات، وكانت وقتها في العشرينات من عمرها، إلا إنها ابتدت تجسد أدوار الأم من أول مشوارها. شاركت فردوس في أكتر من 120 فيلم زي سفير جهنم، صراع في المينا، إحنا التلامذة، وكان آخر أفلامها فيلم عنتر بن شداد سنة 1961.